من نام عن صلاة الوتر واستيقظ مع أذان الفجر فمتى يصليها وكيف؟ صليها في الضحى وارتفعت الشمس، ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، كل ذلك وقت لقضاء الوتر، لكن لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شبحا. إذا كان يوتر بثلاث فيصلي أربع ركعات بسلامين، وإن كان يوتر بإحدى عشرة فيصلي اثنتي عشرة مثنى مثنى. نعم.